السلام عليكم. الموقف الذي حصلناه كان في الباص. ليوم من الأيام طلعنا لبوق الباص المتحركين للمدينة، فكان آخر ولدي في الباص، فسأله السائق: أرجو خلف. عندن ابني ما كانش فاهم اللغة، فقام ابني أتى إلينا. فلما الساق رأى ولدي إلينا ضحك، فقام ابني فسألني: بابا، ما معنى أرجو خلف؟ قلت له: أنا لا أعرف يا ولدي. فقام ابني بترجمتها في التلفون، فقام ابني: بابا، هل أنت عارف ما معنى كلمة أرجو خلف؟ قال لي: هي تعني كلمة أنت وحدك لوحدك. فكان موقف هذا حزين لي، أساس أن احنا ضروري نتعلم اللغة السويدية لأنها مهمة وضروري. فأنا أنصح الجميع أن اللغة السويدية هي أساس الحياة في السويد، فضروري نتعلمها. وبعدين اضطريت أن نتعلم اللغة أنا وولدي في البيت، فبدأنا نتعلم شوي شوي شوي، وإن شاء الله الحمد لله. والآن ابني إن شاء الله يدخل بعد انتهاء الصيف، فيستفيد أولادي. شكرا.